مشاهدي الأعزاء، مشاهدي موقع بصراحة، أهلا ومرحبا بكم في بث مباشر جديد من محافظة أسيوط. وما زلنا نتابع أصداء حادث عروس أسيوط بسنت، الفتاة الشابة الصغيرة التي راحت ضحية غدر خطيبها بعد فسخ الخطوبة ب10 أيام، واللي أنهى حياتها ب10 طعنات بسلاح أبيض سكين. دي قطة بسنت من يوم رحيل بسنت أو تعرضها للحادث الأليم اللي أنهى حياتها. قط بسنت مرمي كده هو على الكنبة. القط بيتألم. أمو بسنت، ازيك؟ اخبارك؟ عامله ايه؟ أم بسنت، معلش عايزين نتكلم معاك رغم الألم والوجع اللي بيعتصر قلبك وقلب أسرتك، لكن لازم نشارك حالتك والحالة اللي انت فيها لأصدقائنا المشاهدين. قولي لي عاملة ايه النهاردة؟ ربنا يصبرك يا رب. يا رب. انا لفت نظري هو القط ده قط ولا قطة؟ لا دوت. قط بسنت. ايوه هو في الحالة دي من يوم رحيل بسنت. ايوه الناس كلها زعلانة على بسنت، حتى البط زعلانة عليه، ده حاله من ساعة ما بسنت ماتت. انا عرفت ان القط ما دخلش البيت او يبات بره طول الليل في مكان اللي توفت فيه او تلقت فيه طعنات الغدر تحت على وحادث. السلم، بيفضل قاعد على السلم تحت، قاعد على السلم مكان ما بسنت ماتت. الدنيا كلها زعلانة على بسنت، مش بط بس، الدنيا كلها. بسنت محدش متخيل ان ممكن بسنت تروح مننا كده. بسنت راحت غدر من واحد ملوش اي لازمه وما عملتلوش اي حاجه، غير ان هي قالت يا ماما خلاص انا هاخد فتره وهشوف الشخص ده ينفع نكمل ويكون هو ده شريك حياته ولا لا. ما اجرمتش وما عملتش اي حاجه وحشه ان جت قالت لي لا يا ماما مش هو ده الشخص المناسب. بس انت ما عملتش اي حاجه زي اي واحده ما بتتخطب وبتفركش، اكيد مش اي واحد الواحد يقول له خلاص مش عايزك اني يموتها، ولا بيرتبط بالسن، لان الناس اللي بيقول ازاي 17 سنه لازم يعمل فيها كده عشان 17 سنه، لا مش لازم، مش لازم، ده بيرجع للادب والاحترام. ان واحده عشان طارت وبعد كده رجعت قالت لا مش هو المناسب يا ماما، دوت مش هو ابو اولادي. ايه اللي عملته بسنت عشان يحصل فيها كده؟ ما عملتش اي حاجه عشان تموت ب10 طعنات. بسنت، بسنت مات ب10 طعنات ليه؟ ما عملتش حاجه بسنت. وكل الناس اللي طالعه بتقول بسنت اتجوزت، بسنت متجوزه. اولا بسنت كانت مخطوبه مش متجوزه، تمام؟ وهمشي على كلامكم اللي انتوا عمالين تقولوا في كل التعليقات. افرض متجوز زي ما بتقولوا، ليه حد يموتها؟ اكيد لا. برضو افرض متجوزه ومعاها 20 عيل منه، ليه حد يموتها؟ برضو لا. سبت الدنيا كلها وسبت كل حاجه ومسكت، لا ده متجوزه يعني ممكن يموتها، ده المفروض. لا مش المفروض، ما عملتش اي حاجه، ما عملتش اي حاجه. المفروض اللي يبص ان طفله 17 سنه ماتت، يعني واحد طالع من بيته ومحضر السكينه وحاططها في جيبه، تمام، وجاي يموتها في البيت، دي معروفه خلاص. هو كده وقت اعدام معروف. ليه؟ عملت في ايه؟ عملت في ايه؟ ادينا بقول تاني، بس انت ما كانتش متجوزه، بس انت كانت مخطوبه، ملوش اي حق حتى لو مراته ان هو يعمل فيها كده، ان يعمل فيها كده، ان هو يموتها، ان هو يغدر بيها،
ان هو ده 10 طقنات في ظهرها ليه؟ ليه؟ وحاجه تاني، الناس السخيفه اللي ملهاش لازمه، اللي مش حاسين بحرق الدم اللي احنا فيه، حرق النار اللي في قلبنا، اللي بيقولوا امها لابسه حظاظه. حظاظه ايه؟ دي اللي انا لابساها بتاعت بنتي اللي طلعت من المشرحه، قالوا خدي بتاعت بنتك البسيها، الدنيا اللي كانت لابساها بنتي دي اهي. اكيد مش حرام البس حاجه تذكر بنتي. سبت كل حاجه، امها لابسه كذا، امها لابسه كذا، البنت متجوزه. حسوا، حرام عليكم حسوا، بدل ما تقفوا معانا، تقفوا معانا وتقول لا نجيب حق البنت دي، حق البنت دي. فين اهل بلدي؟ فين الراي العام؟ فين؟ البنت عملت ايه؟ البنت ما اجرمتش، البنت ما قالتش اي حاجه. قالت يا ماما مش هكمل معاها، ايه اللي عملته البنت؟ البنت ما عملتش اي حاجه غير ان هي غلطت، واي حد بيغلط وبتصلح غلطها. اللي بيقول بسنت متجوزه يطلع لي اي اثبات، اي اثبات لجواز بسنت. لكن كلام وحكه وشوشره من اهل السفاح ملوش اي لازمه عندي، ملوش اي لازمه عندي، لان في تلك الحالات احنا معانا الحكومه، احنا معانا الحكومه والحق. واحب اقول للناس كلها ان هيثم هيتعدم، هيتعدم ان شاء الله، ان شاء الله، لان الحج معانا، الحج معانا، لان بس انت ما عملتش اي حاجه. بس انت ليه عامله زي الملاك، عامله زي الملاك، بط زي كده من يوم الاثنين اللي فات وهو مرمي الرميه دي، حتى البط حاسس بيها، حتى البط حاسس بيها. ليه حرام عليهم؟ ليه؟ انا اعتقدت ان الدنيا كلها تقف معانا، تقف معانا، لكن الناس التافهه اللي ملهاش اي لازمه، اللي داخل بيقول لا ده مراته، مراته ايه؟ حيوان زي كده حاسس، حاسس ببسنت. لكن الناس اللي بتعلق بتعليقات سخيفه ملهاش اي لازمه، دول ما حاسينش، ما حاسينش باللي حصل في بسنت. حطوا كده وقت، حطوا كده البنت قدامكم كده، عارفين يعني ايه واحده تاخد 10 طعمات؟ عمركم ما هتحسوا، بس اللي زي ده حس، اللي زي ده حس، حس ان واحده 17 سنه ماتت ب10 طعنات وغدر. البنت جايه تطير على السلم، جايه تطير على السلم، مسكه قاعده تضرب فيها بالسكينه. حسوا، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي شوش في هذه القضيه دياتي، حسبي الله ونعم الوكيل. بس حقها يرجع غصب عن اي حد، غصب عن اي حد بيشوش في القضيه دياتي، لان الحكومه معانا والقانون معانا، وحق بس انت هيرجع مهما يتقال ومهما الناس تتكلم. اللي عنده دليل يجيهم ويقول الدليل اهو، الدليل اهو، ان بسنت كانت متجوزه. حد يجيب لي كده دليل ويقول اهو. لكن الكلام الكتير 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 ملوش اي لازمه. حسوا، حسوا ان انا ام، حس ان انا ام، حسوا. حرام عليكم، حرام عليكم. حس ان انا ما كانش ليا غيرها في الدنيا كلها. حس اني كانت منوره حياتنا كلها. حرام عليكم، حرام عليكم. ما حدش حاسس باللي احنا فيه ليه؟ ما حدش حاسس باللي احنا فيه ليه؟ ما حدش حاسس ليه ان واحده 17 سنه تروح مننا؟ ما حدش حاسس ليه؟ دي كانت منورة البيت كله، كانت منورة البيت كله، محدش قادر يخش البيت من غيرها والله. كل ما توحش انزل على السلم تحت واقعد مكان ما ماتت، اقعد مكان ما ماتت، اقول بس انت ماتت هنا، وافضل احط ايدي على السلم واعملها في هدومي كده. بس انت كانت طيبة، ما تستاهلش أي كلمة من الكلام اللي بيتقال. حرام عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله في كل اللي يقول كلمة سوء على بنتي. حرام عليكم، كانت مخطوبة طلعتها متجوزة ليه؟ حتى لو زي ما بتقولوا كلام ملوش لازمة، متجوزة، متجوزة يموتها، لحق يموتها. طب متجوزة قاعدة معايا ليه؟ وجاهزة ما جوا اه، وتصور قبل كده. ما تحسوا، ما تحسوا اهل الدين، ما تحسوا اهل الرحمة باللي احنا فيه. حسوا، انت ناس فاضية وقاعدين عمالين تفبركوا كلام ملوش اي لازمة. حسوا بحرقة قلبنا احنا، حسوا بالنار اللي احنا فيها. ما تحسوا، حسبي الله ونعم الوكيل، ما اقولش غير كده. فكل اللي يقول كلمة سوء، انا اعتقدت اهل بلد هيقفوا معايا،
هقف معايا، بس للاسف كل واحد ملوش اي لازمه بيدخل يعلي الكلام، ملوش اي لازمه زيه. ما اقولش غير حسبي الله ونعم الوكيل. وفي تلك الحالات حق بس انت هيجي، حق بس انت هيجي، لان موتها في قلب البيت هنا وطالع من بيته في ليتني موتها هنا. يعني قضيه خلصانه، اعدام اعدام اعدام. هو مرمي في المستشفى تمام، هيقعد يوم اثنين ثلاثه اربعه مفيش مشاكل، كده كده القانون مستنيه لما يطلع، مستني لما يطلع عشان ناخد اعدام. وزي ما عمل في بنتي هيتعمل. بس انت دخلت الجنه، ده ولا جنه ولا نار ولا جهنم، اللي زي ده ما يقبلوش في اي مكان اصلا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بنشهد الراي العام، عايزه قضيه بس انت تبقى راي عام، عايزه حق بنتي، عايزه حق بنتي. اللي زي دي ما عملتش اي حاجه، ما عملتش اي حاجه، ملاك طالع للدنيا ولا تعرف الخبز ولا تعرف اي حاجه. حرام عليكم، عملت ايه اللي زي دي؟ البدر اللي منور اللي زاد عملت ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. مشاهدينا الاعزاء، دي معاناة ام بسنت بعد رحيل بنتها الكبرى واول فرحتها على يد خطيبها السابق بعد فسخ الخطوبة بحوالي 10 أيام. بعد الغدر على سلم من بيتهم. هنتقل لحضراتكم من أسيوط هلال حسين.